Paka hapa ni barazani hapa. Ndio hapa. Ah, kaka pale. Ndio. Ito. Ndio kaya. Tonto sina sta. Chongo mo. Ndio. بنية القبول والتيسير كل عسير واللطف فيما جرت بهم المقادير والفرج العاجل لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني إليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين
الذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يكون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشا أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله ربنا ورب العالمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء عطيتنا اللهم جلنا إياه في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي حسد وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء اللهم جملنا بالعافية والسلام أحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله
أيدنا اللهم منك يا ربي، أيدنا اللهم منك يا رب، أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المعظمة عند ختمة القرآن والتوفيق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المفلحين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاعلموا أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله ولا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر،
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الفاتحة أثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله واغفر لنا يا غفار واسترنا يا ستار وانظرنا بعين رحمتك وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أثبنا بمحض فضلك وجودك وكرمك على ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما حمدناه وما كبرناه وما استغفرناه وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصل اللهم ذلك الثواب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأزواجنا وأصهارنا ومحابنا وأهل ودنا وود آبائنا وذوي العقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمناه أو أسأنا إليه ومن أحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح من اجتمعنا بسببه عبدك المرحوم اللهم أوصل إليه ثواب ذلك اللهم أوصل إليه ثواب ذلك اللهم أوصل إليه ثواب ذلك وأوصل ثواب ذلك إلى جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صغيرهم وكبيرهم ذكورهم وإناثهم
أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، من نعرفه ومن لا نعرفه، اللهم أوصل إليهم ثواب ذلك، اللهم أوصل إليهم ثواب ذلك، اللهم أوصل إليهم ثواب ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة، اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة، اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم واجعل ثواب ذلك فداء للجميع من النار، وعتقا لهم وفكاكا لهم، واغفر لهم وارحمهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا سميع الدعاء فارج على كل محزون وفي كل البالية. في كل البالية اشرحوا بالغنى قلبي فلو وقت المحزون في كمل شكية بين أهل الهوايا جري مع الكف والنور حيث تجري القضية. بكل البالية يذكر الوقت لقد مر في صفح جعرون والليالي البهية بين أهل الأوامين كل عاشق ومفتون بصفات العليا. حبذا من عطية لفتق شيب جودي ليهم به يساقون بالكؤوس الهنية. Yes, I'm in.
الأرضون وفي كل البانية الحبيب الذي من اشتقي صرت مجنون حب طيب ومن هم وسط طيب يحلو لا تلوم لمن حب النبي لا تلوم لا تلوم لمن حب النبي لا تلوم لا تلوم لمن حب النبي لا تلوم ليت حاضر غزوهم ولهم هم يسيرون والفصل على المختار ما سبح النون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعدكم شكر من يعزمك سبحانه وتعالى vile vile kumswalia mtume rehema na amani zimshukie tumshukuru Allah ambaye kwamba ametupa tawfik tukaweza kuja kufanya ziara hii ni neema kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni haki tuseme alhamdulillah tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama ametuamrisha tufanye hili kwa hivyo yote ambaye kwamba atakuja maziyarani kuja kuzuru amefuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenye kufuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallama huwa ana thawabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama kuna kipindi alikataza watu kuja maziyarani na kwa mambo fulani ambayo kwamba alikuwa ikitokea lakini ilifika wakati mtume sallallahu alaihi wasallama akawaambia maswahaba zake na umma mzima ya kwamba kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha mimi niliwakataza siku za nyuma kwamba msiende maziyarani lakini kwa sasa hivi imani zimejengeka kisawa sawa mko sawa fazuruha endeni mkufanye maziyara aendeni mkazuru na hii ni filu amri kwa hivyo ukija maziyarani kufanya ziara wewe umefuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka ukifuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni thawabu kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kwamba ama ametuambia zuruni maziyara endeni maziyarani lengo kubwa tuambia ala innaha tudhakkirukumul akhirah mkienda maziyarani mkifanya ziara mkiomba dua mkifanya salawati na khairati kama hizi ile ziara huwa ya kukumbusha akhira kwa hivyo faida ya ziara kubwa ni kwamba tuikumbuka akhira sasa baada ya kukumbuka akhira tukumbuke tu kwamba kuna akhira basi la mtume sallallahu alaihi wasallam lengo lake la kutuambia kwamba huku kuzuru ya tukumbusha akhira ili tujipange na akhira kwa sababu kama umeghafilika na akhira umefuata dunia tu wewe ukija ziarani tilqaian utaikumbuka akhira kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa baada ya kukumbuka akhira basi nimekumbuka akhira ende zako la mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia hivi lengo ni kwamba tujipange na akhira ndio katika hadithi nyingine atuambia istaidda lilmauti qabla nuzulil mauti jiandae na mauti kabla mauti haijafika na haijashuka na istidadi ya mauti ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Pengeni zawadi, jifungeni zawadi za akhira na zawadi kubwa ya akhira ni at-taqwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaswali, utafunga, utaleta dhikri, utamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallama, utafanya khairati yote asili yake ni kwamba umekuwa na taqwa na taqwa ile katika jumla
za sababu ambazo kwamba zimesababisha upate takwa ni kule kuja maziyarani. Kwa hivyo tuweza kusema kwa upande mwingine, wale watu ambao kwamba hawataka kufanya ziara mara nyingi hawaikumbuki akhira, huisahau kwamba kuna akhira, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia mkienda maziyarani mtakumbuka akhira. Ni maana kama hatukuja hatuikumbuki, hicho ndio dhidhuhu maana kinyume chake. Kwa hivyo tufanyeni ziara ili tukumbuke akhira na tuwapelekee dua wazee wetu kama hawa, masharifu kama hawa na jamii ya muatil muslimin. Na hii ndio faida, hakuna lingine hapa. Mtu hata Sheikh Urez, Mungu ambariki yeye, ndio ameweka hii fikra akisaidiana na Ustadh Anwar ya kutengeza thawabu hapa kumpatia Sheikh wetu mwenye karama. Lau hawa watachanga mwaka mzima wapate kama milioni moja, waje wafukue hili shimo la kaburi waziti hapa ndani, hazitamsaidia lolote. Wakatia bilioni moja wakafinika mtanga, zitaoza zile pesa. La kumfa maiti ni dua, hakuna lingine. La kumfa maiti ni khairati sadaqat. Ndio katika jumla ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, au waladin salihin yad'u lahu. Mtu kisha kufa katika jumla ya thawabu ambazo kwamba zaendelea kuzipata nikiwa huku nyuma ameata mtoto mwema ambaye kwamba atamuombea. Na mtoto mwema si lazima ule mzaa tu, ni kila mwema ambaye kwamba atakuombea dua ni mwema. Na kila ulo anayohusika na wewe ni mtoto wako, ni mtoto wa ammi yako, ni mtoto wa shangazi yako, akuita mjomba, akuita baba mkwe, akuita kadhaa wa kadhaa, wa ila ghairi dhalika, maadamu wa kuombea basi thawabu za kufikia. Jambo lingine tukimalizia, kwa sababu wakati hauruhusu na kuna mambo mengine yatakufanyika, Mtume sallallahu alaihi wasallama atufundisha katika adabu za kuwafanyia hawa maiti. Atuambia ya kwamba udhkuru mahasina mautakum. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia udhkuru, tena filu amri pia hii, tajeni mahasina mautakum, yale mazuri ya wafa wenu, manake maiti zenu. Maiti namna hii amefanya mazuri, kama almarhum mwenye karama ana mazuri la idada laha, hata ukahesabu ya malizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia tuyataje yale mazuri yake, na ni lazima tuyataje kwa sababu kuna faida nyingi ambazo zapatikana. Kwanza, kila yakitajwa mazuri yake huyu mwenye apata thawabu. Ile watu wamekana mnayo mtaja mwenye mashallah alikuwa ni hivi, alikuwa kadhaa wa kadhaa, ni alim, mwanachuoni, mwanafaqihi, alikuwa kadhaa wa kadhaa, kule kwamba mmekaa tu nyinyi mwapiga gumzo mmtaja tu, yeye apata thawabu. Faida ya pili, sisi ambao kwamba tuko hai tuwafanya raghba na tuwatamani na tuwafanya bidii, na sisi tufanye kama alivyofanya mwenye. Kwa hivyo ni faida mbili na nyingi zapatikana, lakini hizi mbili ndio manake ndio za kwanza kwanza. Yule aliyotajwa vizuri maiti apata thawabu, na sisi wenye kusikia sifa zake huwa tuwapata moyo na kufanya bidii na kumwabudu Mungu na kumcha Mungu kwa wingi, ili na sisi tuwatamani tukifa tutajwa kama alivyotajwa mwenye. Kwa hivyo mahasin ni lazima na ni muhimu sana mtu ataje kila aliyekufa amefanya mazuri ataje. Kisha kwenye hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amalizia kipande cha mwisho, atuambia wakufu an masawihim, kama maiti aina yote amefanya makosa, kufu yazuieni makosa yao. Manake kufu ni kutoka maana alkaf, kitanga cha mkono ushike hivi. Maiti amefanya kosa lolote ni makosa, kwa fulani alikuwa jambazi, fulani alikuwa ni mwizi, alikuwa mzinifu, la Mtume akataza, atuambia tuashike namna ile makosa tuyanyamazie. Kwa sababu kwanza hujui, labda alitubia kwa Mwenyezi Mungu, si lazima aje kuambia wewe kwamba nimetubia. Wewe mtaja vibaya, kumbe mtu hata yuko taki peponi. Ametubia kwa Mwenyezi Mungu taubatan nasuha, na Mungu amemkubali. Kwa hivyo maiti kama amekufa, mtu amezikwa na amefanya makosa, ni makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kufu na ni fi'lu amri, lazima muyanyamazie. Sababu hujui bainahu wa bainallahi kulipitika nini kabla mautihi, kabla kufa kwake. La'alla taba ila Allah taubatan nasuha faqabila Allahu taubatahu, Mungu akaikubali toba yake. Wewe umekaa hapa, yule alikuwa mzinifu, tulimzika lakini alikuwa jambazi, kumbe amesemewa kitambo, andiko tu thawabu, dhambi za bure. Na kumtaja maiti vibaya ni hatari kubwa. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tustafsiri mwanzo mwanzo kwa sababu time haitoshi. Kipande cha mwisho, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wenzenu wasengenye wengine, maana yake hawa wasengenye hawa. Hasara ya mtu mwenye kusengenya, kama mfano umekaa msengenya mwenzako na hayuko kwenye shughuli zake,
Mwenyezi Mungu atuuliza, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Je, kuna mtu apenda kula nyama ya maiti? Manake hukumu yako wewe ukimsengenya mwenzako ni kama uliokula nyama maiti. Je, ukimsengenya maiti? Al-amru ashaddu, huwa ni mbaya zaidi. Binadamu atembea duniani ukimsengenya wewe wapati wa hukumu ni kwamba umemtukua maiti kwa mtafuna. Je, wamsengenya mtu tayari ameshakuwa maiti? Itakuwa umekula maiti mara ngapi? Kwa hivyo tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zuri lolote la maiti tulitaje, na kama kuna baya lolote tulinyamazie, na zaidi tumwombe Mwenyezi Mungu Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinu fil janna, mja wako huyu msamehe na umpeleke peponi, na laala hata kama hakutubia kwa zile dua zetu ambazo tumuombea mzuri, basi itakuwa ni sababu Mwenyezi Mungu labda kupita kabuli na asamehewe. Allah rajali min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadhaita wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la aziban illa zawajta wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah هي لك فيها رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله تشكر من يزمنك تميز وكميلشة تلقفكية هابا تشكر سنة تشكر نيوت ملهدوري هابا وجنبه هيدي وقاموجة كويزا كفانيا هزيارة كلا مويزي Inshallah hapa ni mahali mwenyewe alikuwa akija akifanya ziara akiweka kiti akikaa hapa alipozikwa yeye. Hata ukiangalia kuna sehemu kuna video ambao kwamba zimerekodiwa alikuwa akikaa hapa akifanya ziara kwa mashehe zake hapa kwa mwenye muadha akiwakumbuka. Kila akifungua darasa kwanza huja alfajiri akafanya ziara kisha ndo akaanza darasa lake la kusomesha. Na akifunga darasa huja akafanya ziara alfajiri hapa kisha ndo darasa likafungwa. Akifungua ufanya ziara na akifunga ufanya ziara. Kwa hivyo si mageni haya. Na haya ni mambo mazuri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atujalie na sisi ambao tuwafanya, Mwenyezi Mungu atuwezeshe yaendelee, na kitukiondoka sisi waje wengine waendeze kuyafanya. Na wote hapa maiti wafurahika jamanini. Kuna kisa cha maiti walikuwa wakisikia kuna kijana kwa kija kizuru maziyarani. Basi wale maiti wote walikuwa wakipigania ile sehemu moja wakiitikia zile dua. Sasa kuna mmoja amekaa kando kimya yeye. Sasa wale wenzao maiti wakamuuliza, wewe mbona tokono umetulia? Sisi sote akija fulani kutia dua tukimbilia tukizipokea tukifurahika, wewe umetulia huji? Akasema mimi sio kama nyinyi. Mimi na mtoto wangu alhamdulillah yuanitolea sadaka kila siku. Yuatoa maziwa, yuatoa mkate kwa ajili yangu. Sasa mimi sina haja ya kuja kupigania hizo thawabu za mwingine anayekuja kuleta, mimi zanitosha za mtoto wangu. Mara ilifika siku ikawa ule naye pia ule maiti ametoka ameunga katika wale wenzao. Wakamuuliza, ni vipi, mbona leo umekuja pamoja na sisi? Huyu amekuja kutia dua na wewe unakuja kuitikia? Asema naam, ule alikuwa akinifanyizia mimi katika uhai mtoto wangu, na yeye Mwenyezi Mungu amemhitari amefariki hayuko tena. Sasa na mimi kama nyinyi kupigania hizi dua. Kwa hivyo hapa maiti walioko wote katika maziara, sasa hivi tumekaa sisi wote wako hapa, wote wako hapa waitikia hizi dua tunazozifanya hapa. Siko tunafanya mzee tu mwenye karama, la, ni maiti wote walio kwenye kikoa hichi. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tupate baraka zao. Manake wao pia hutuombea hapo walipo. Inshallah ikabuli kwa zile dua zao tunatuombea sisi, na sisi Mwenyezi Mungu atuikabuli. Shukran sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bil alamin. شكرا. اوه الله شكرا. الحمد لله. تقبل مني.